السلام عليكم. دي طريقة ان انتي تفكي فيها بيها الصندوق عشان تقدري تنظفيه بكل سهولة. كل اللي هتعمليه هتشيلي القلب اللي انا عاملاه، لو انتي دخلتي الفيديو اللي قبل كده، القلب اللي قلب في قلب الصندوق نفسه هتشديه زي ما انتي شايفاني بعمله كده، وبعد كده هتفكيه بكل سهولة وتحطيه في الغسالة او تغسليه على ايديكي وترجعي تحطيه تاني عادي جدا زي ما هتشوفيه في الفيديو اللي قبل كده. وشكرا ليكي حبيبتي، مع السلامة.